السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن واحدة من الدول الأوروبية المتميزة في مجال التعليم، وأيضا متميزة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. هذه الدولة هي فنلندا، يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون، وعاصمتها هي هلسنكي. هذه الدولة كان مفروض نتحدث عنها في الأسبوع القادم أو الذي بعده، ولكن السبب اللي خلاني أجعلها هذا الأسبوع مكان الأرجنتين التي أنا متأكد الكثير منكم منتظر ذاك الفيديو، ولكن السبب الذي جعلني أعجل بفيديو فنلندا أن الدراسة فيها مجانا إلى وقت حيكون قريب جدا من الآن، وبعد ذلك سيصبح غير مجاني. لذلك كان لازم علي أن أعجل في هذا الفيديو حتى تصلكم المعلومات. دعونا ندخل مباشرة إلى الإيجابيات والسلبيات. الإيجابية الأولى للدراسة في فنلندا حاليا هي أن الدراسة بالمجان، سواء قدمت للدراسة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية، هذه الثلاث اللغات يمكن الدراسة بها في فنلندا. ولكن ابتداء من سبتمبر في هذا العام لا يمكن الدراسة بالمجان، وأرجو التركيز على هذه المعلومة، لا يمكن الدراسة بالمجان في مرحلة البكالوريوس والماجستير لمن يريد الدراسة باللغة الإنجليزية. لمن يريد الدراسة بالفنلندية أو السويدية هذا الأمر لن يتغير، ستظل الدراسة بالمجان. لمرحلة الدكتوراه سواء بالإنجليزي أو الفنلندي أو السويدي ستكون مجانا هذا العام، وستكون أيضا مجانا العام القادم وإلى أن يشاء الله تعالى. فالمعلومة هي أن الدراسة بالمجان إلى نهاية هذا العام لمرحلة البكالوريوس والماجستير باللغة الإنجليزية، سيتغير هذا الأمر من العام القادم. والأمر العاجل جدا في هذه المسألة الذي أريد أقوله في أول فيديو ولا أريد أخره، هو أنه التقديم لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير باللغة الإنجليزية سينتهي في 27 من هذا الشهر. لذلك من مهتم بالدراسة في فنلندا وبالمجان عليه بمسارعة في التقديم. الإيجابية الثانية للدراسة في فنلندا أن العمل مسموح للطلاب بمعدل 25 ساعة في الأسبوع في فترة الدراسة، وفي فترة الإجازات عدد مفتوح من الساعات. دعونا الآن ننظر إلى سلبيات الدراسة في فنلندا. السلبية الأولى هي أنه يوجد رسميا يوجد امتحان قبول للدخول في الجامعات الفنلندية. هذا الامتحان يعتمد على التخصص الذي تقدم فيه، ومن يدير الامتحان ومن يشرف عليه هو الجامعات نفسها، بمعنى أن الامتحان هذا قد يعمل لك، قد يطلب منك قبل ما تحصل على التأشيرة، وقد يطلب منك بعد ما تأتي لفنلندا وتحصل على التأشيرة، مع أنه هذا موجود كقانون. تواصلت مع أكثر من طالب موجود في فنلندا، مع أخ مصري، مع أخ مغربي، مع أخ جزائري، كلهم لم يعملوا هذا الامتحان. فيبدو أن الامتحان لا يطلب من الطلاب العرب، هذا اللي يظهر لي، لأنه مع أنه مذكور في المواقع الرسمية أنه يوجد امتحان، وأيضا مذكور في المواقع الرسمية أنه قد يطلب من بعض الطلاب ولا يطلب من الآخرين. كل الطلب العرب اللي تحدثت معهم من الآن ولا حد فيهم عمل هذا الامتحان، مع العلم أنه في جامعات مختلفة وفي برامج جامعية مختلفة. السلبية الثانية للدراسة في فنلندا هي أنه لا يوجد برامج لغة مع الجامعات. إذا تريد تدرس باللغة الإنجليزية لازم تأتيهم وأنت تتقن اللغة الإنجليزية، إذا تريد تدرس بالفنلندية أو السويدية لازم تأتيهم وأنت متقن لهذه اللغة. وهذا أمر أراه سلبي للبعض، لأن البعض قد يتوقع أن يستطيع الدراسة في نفس الجامعة، ولكن فنلندا لا يفعل ذلك. بالنسبة لآلية التقديم، آلية التقديم في فنلندا ليست صعبة، بالعكس يعني من أسهل الدول التي رأيت فيها طريقة التقديم. كل شيء يتم أونلاين مع بعض الزيارات المحدودة جدا للسفارة. خلينا نذهب إلى اللابتوب لأني أريد أريكم على الجهاز كيف نقدم. التقديم على الجامعات في فنلندا، نذهب أولا لهذا الموقع studyinfo.fi، وبعد ذلك في صندوق البحث هذا تكتب اسم البرنامج. لنفرض تريد تدرس هندسة، فتكتب مثلا degree in engineering أو baccalaureus هندسة degree in engineering وتبحث. فالبرنامج الآن يعطيك كافة الخيارات الموجودة فيما يخص بكالوريوس الهندسة. فالآن أول خيار اللي تشاهد هنا بكالوريوس Bachelor Degree Program Energy and Environmental Engineering، فهذا بكالوريوس في الطاقة وفي البيئة. فلو تلاحظوا هذه أهم حاجة هنا،
مكتوب ongoing، بمعنى التقديم ما زال مفتوح. لنفرض هذا هو البرنامج اللي تريد تقدم فيه، فتضغط على هذه مكان ما هو مكتوب open ويعطيك هذا المربع. الآن هنا هذا الخيار fill in application بمعنى املأ. إذا تريد تمر على كافة البرامج وبعد ذلك تقدم فقط تضغط هنا add to shortlist. فعندما تضغط هنا يحفظ لك مؤقتا، وبعد ذلك تستطيع العودة لكل التي ضغطت عليه هنا. لا تحتاج تسجل ولا تحتاج تفعل أي شيء، فقط تعمل هذا البحث وبعد ذلك تضغط fill in application. بعد أن تضغط على fill in application تذهب مباشرة لصفحة التقديم مباشرة، فتبدأ بإدخال اسم العائلة و الاسم الأول، وبعد ذلك إذا هناك أي اسم يعني معروف أنت به calling name، وبعد ذلك الجنسية وكافة البيانات، وتستمر في الملء وتضغط فقط على next next إلى أن تصل إلى آخر نقطة وتنتهي من التقديم. وفي آخر صفحة سيخبرك ما هي الأوراق التي تلحقها مع هذه الاستمارة التي تملأها هنا، فتطبعها وتلحق الأوراق وترسلها لهم. تأكد أن كافة الأوراق مترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الفنلندية. كما رأيتم التقديم جدا سهل وباللغة الإنجليزية، والشخص الذي لا يجيد اللغة الإنجليزية ممكن تبحث عن صديق أو قريب أو أي شخص ممكن يساعدك يجلس معك أمام الجهاز وتقدمه. ولا تنس، وكما رأيتم يعني امتحان القبول لا يوجد عندما تقدم. فأتمنى أنه مثل ما حصل مع بقية الإخوة أن كل شخص يقدم فيكم إن شاء الله لا يطلب منه امتحان التقديم. بالنسبة للمعيشة في فنلندا هي أيضا واحدة من أرخص الدول صراحة اللي مرت عليه في أوروبا بالنسبة للمعيشة، بالذات لما نتحدث عن أوروبا الغربية وشمال أوروبا. أيضا حسب تقديرات الحكومة وحسب ما يوصي الحكومة به الطلاب، هم يطلبوا منك أنك يعني تكون معيشتك يعني ما بين 700 إلى 900 يورو في الشهر شامل لكل شيء. ولكن بعد ما تحدثت مع بعض الطلبة العرب الموجودين هناك أخبروني أنه يصرفوا ما بين 300 إلى 400 يورو في الشهر فقط، وهذا طبعا هم اللي موجودين هناك وهذا هم ما يصرفوه. فأعتقد هذا يعطينا نظرة أكثر واقعية لكم يصرف الطالب هناك. وإن شاء الله في آخر الفيديو سأعطيكم بعض الأخوة اللي موجودين هناك واللي جزاهم الله خير عرضوا أنهم يساعدوا أي شخص يريد يدرس هناك بالمعلومات أو كل هذه الأمور. فبعد ما عرفتم آلية التقديم وكيف تقدم، التأشيرة خطواتها هي كالتالي. أولا لازم يكون عندك حساب بنكي باسمك، لا يقبله إذا كان كشف حساب باسم شخص آخر أو خطاب ضمان، لازم يكون حساب بنكي جاري باسمك. هذا الحساب يكون فيه على الأقل 6720 يورو، هذا الحد الأدنى الذي يطلبوه. أوصل الجميع بأنه ما يضعوا هذا المبلغ بالضبط، لأنه هذا سيظهر لهم أنك تحاول تأتي للحد الأدنى، فهذا حاول تضع قليلا أكثر من هذا المبلغ. وكما ذكرت الحساب البنكي يكون باسمك. فبعد أن تجهز هذا المبلغ تذهب أونلاين، التقديم على التأشيرة يبدأ أونلاين، الرابط موجود أسفل الفيديو في تفاصيل الفيديو. تذهب هناك وتقدم على التأشيرة، وبعد ذلك تطبع الطلب الذي قدمته مع الأوراق المطلوبة. في آخر الطلب يكون في قائمة بالأوراق التي تحضرها، تطبع الطلب مع الأوراق وتذهب إلى أقرب سفارة فنلندية لك وتقدم هناك. إذا السفارة ليست موجودة في بلدك ممكن ترسل للأقرب لك من خلال البريد. كما يوجد رابط أسفل الفيديو يوجد فيه كل عناوين كل السفارات الفنلندية حول العالم. بعد ما تقدم الطلب للسفارة تنتظر، الأمر قد يأخذ تقريبا، هم أعطوا تقريبا أنه يأخذ إلى شهر. عندما يأتي الرد، وإن شاء الله يأتيك رد إيجابي بالموافقة، بإمكانك أيضا متابعة الرد أونلاين من نفس الموقع الذي قدمت من خلاله. عندما يأتيك الرد بالإيجابية من تاريخ ذاك الرد تنتظر أسبوعين إلى ثلاثة، وستأتيك بطاقة الهوية، بطاقة الطالب الهوية بالبريد إلى عنوان السفارة التي أرسلتها. وإمكانك بعد ذلك الذهاب للسفارة لاستلام الهوية، أو إذا أنت في بلد آخر ممكن يرسلوها لك بالبريد. الآن أول ما تستلم هذه البطاقة أنت حر، بإمكانك المسافر في السفر، بإمكانك مباشرة السفر إلى فنلندا في ذاك اليوم أو انتظار إلى وقت قريب من بداية دراستك وتذهب هناك. بالنسبة لشروط التقديم، هم طبعا في كل المواقع الرسمية سواء للجامعات أو المواقع الرسمية الفنلندية، لم يذكروا بشكل تحديدي كم نسبة يريدوا في الثانوية العامة أو في البكالوريوس. حتى بعض الأخوة اللي قبلوا هناك قالوا أصلا ما سألوني على النسبة، فبالتالي أنا
أطلب من الجميع المهتمين بالتقديم قدم مباشرة، لا تهتم بكم نسبتك حاليا لأنهم لم يذكروا، وكل الأخوة اللي جاهم قبول لم يشددوا معهم في هذا الأمر. فالمطلوب من ناحية إذا تريد تدرس باللغة الإنجليزية يطلبوا متوسط 6 في الآيلتس، مع العلم أنه بعض الجامعات قد يطلبوا أكثر اعتمادا على البرنامج، والبعض قد يطلبوا أقل اعتمادا على البرنامج. عندما تدخل على موقع الجامعة لتقدم مثل ما رأيتكم في النموذج الماضي خلال اللابتوب، بإمكانكم أيضا رؤية طلبات التقديم إذا يوجد أمر مختلف، لكن المتوسط والأمر الآمن هو 6. الآن تاريخ التقديم، متى تقدم؟ كما ذكرنا بالنسبة للمرحلة الإنجليزية سينتهي في 27 من هذا الشهر. لمن يريد الدراسة باللغة الفنلندية أو السويدية، الدراسة التقديم ما بين 16 مارس وإلى 6 أبريل من هذا العام أيضا، فبالتالي التقديم لم يفتح إلى الآن لمن يريد الدراسة بتلك اللغات. فعندك فرصة إذا تريد البدء في تعلم اللغة السويدية أو الفنلندية فعندك فرصة. رسوم التقديم هي 100 يورو على طلب التقديم الواحد، وبإمكانك اختيار 6 تخصصات مختلفة في 6 جامعات مختلفة عندما تقدم، وكلها بمبلغ واحد الذي هو 100 يورو تدفعه مرة واحدة. تختار 6 تخصصات، ممكن هو نفس التخصص في 6 جامعات، الأمر يعود لك. وعندما يوافق على طلبك يعطوك الخيار الأول بناء على الترتيب. لنفرض أنت الخيار الأول وضعته في جامعة هلسنكي، الخيار الثاني في جامعة أخرى، الخيار الأول لم يوافق عليه، الثاني وافق عليه، خلاص تذهب للجامعة الثانية. أمر مهم جدا هنا بالنسبة للغة، إذا الآن لأن اللغة الإنجليزية ممكن تدرسها في أي مكان حول العالم وتتعلم إلى أن تحصل على الآلس وتذهب هناك، أو ممكن تذهب إلى فنلندا توجد معاهد كثيرة، لكن اللغة الفنلندية نفسها فالأمر هنا لأنك إذا تريد تدرس بالفنلندية الخيارات أوسع عندك بالنسبة للدراسة المجانية. ففي موقع يساعدك بشكل كبير جدا أنك تبحث على برامج رخيصة لتعلم اللغة الفنلندية، حتى بعضها مجانية. فخلونا نروح لللابتوب مرة أخرى لأريكم ذاك الموقع. البحث عن معاهد أو كليات ممكن تدرس فيها اللغة الفنلندية، هذا الموقع ممتاز جدا، Finnish Courses. سيظهر معكم الرابط كاملا على الشاشة وموجود أيضا أسفل الفيديو. عندما تدخل على الموقع ستأتي إلى يسار الشاشة هنا ستجد هذه القائمة، هذه القائمة التي تساعدك في اختيار ما تريده بالضبط. في الخانة الأولى تختار المولاي التي أو المنطقة التي تريد الدراسة فيها، خلينا نختار العاصمة هلسنكي، وبعد ذلك تختار البلدية التي تتبع لها، خلينا نتركها فارغة حتى يعطينا كافة الخيارات، وبعد ذلك المستوى، خلينا نختار المستوى مثلا الأول، أو إذا الشخص مستوى صفر طبعا يختار صفر، خلينا نختار الأول. وبعد ذلك تختار الخيار ماذا تريد بالضبط، يعني أي نوع برنامج لغة تريد، مثلا easy going هذا للذي يريد عدد ساعات قليل، وعندك هنا proceeds quickly هذا للشخص اللي يريد مثلا ينهي بسرعة، والذي أسفل هو مناسب لأصحاب الدراسات العليا، الشخص اللي يريد يكمل ماجستير أو دكتوراه. خلينا نختار هذا الخيار هنا for those with a higher education background ونضغط search. فبعد أن تضغط search يعطيك كافة الخيارات. فلو تشاهد هنا الخيار الأول ب 150 يورو 52 ساعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذا وفي هلسنكي سامر يونيفرسيتي في جامعة هلسنكي الصيفية، كلية هلسنكي بيزنس كوليج كلية التجارة. فهذا أعطانا خيار واحد فقط بناء على ما اخترنا. نفرض أنه ما اخترنا دراسة عليا، اخترنا مثلا بروسيس كويكلي، نضغط سيرش، أعطانا أيضا خيار واحد فقط. خلونا نغير الخيارات لنرى ماذا يحدث. نختار مثلا منطقة هلسنكي مرة أخرى، ولا نختار أي من المحافظات، نختار مستوى الصفر، نختار Proceeds Quickly اللي هو برنامج مكثف. أعطانا الآن 5 خيارات، فهذا ب 62 يورو ونصف إلى 125 يورو للكورس 18 ساعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. جميل جدا. فهذا مثلا الآن يقول courses full بمعنى لا يوجد مكان للتسجيل. هذا مثلا خلاص نشوف الأسعار، هذا ب 95 يورو فقط 4 ساعات في الأسبوع، هذا 44 يورو 12 ساعة في الأسبوع، وكلها يعطيك الرابط
أونلاين لمن يريد التقديم ولمن مهتم بالأمر. فبناء على ما تريد تغير في هذه الخيارات إلى أن تجد كورس مناسب لك في السعر ويكون متاح لك للتقديم، وبعد ذلك تضغط على الرابط الذي يكون أسفله وتقدم هذه الطريقة. كما رأيتم الموقع جدا سهل ويعطيك كل شيء ويعطيك كل الخيارات، فأنصح الجميع باستخدامه لمن يريد دراسة ذهاب هناك لدراسة اللغة أول. مع العلم إذا ستذهب هناك أولا لدراسة اللغة الفنلندية تقدم على تأشيرة سياحية، إذا وافقوا سيعطوك 3 أشهر بإمكانك الدراسة هناك خلال تلك الفترة اللغة الفنلندية، وأيضا بإمكانك تمديدها وأنت هناك لإكمال تعلم اللغة الفنلندية. وأخيرا أحب أقدم رسالة شكر وتقدير لاثنين من الأخوان من المشتركين في القناة، الأخ ياسين زواوي من المغرب والأخ البشمهندس يحيى من مصر. صراحة ساعدوني في البحث عن المعلومات الأكيدة التي ستفيدكم فيما يخص فنلندا، وأيضا هم عارضين أي شخص عنده استفسار أو سؤال فيما يخص فنلندا بأنهم إن شاء الله سيساعدوكم. أقترح الأخ يحيى لأي شخص عنده استفسار عن الدراسات العليا، والأخ ياسين لأي شخص عنده استفسار عن البكالوريوس أو الحياة في فنلندا بشكل عام أو قبولات أيضا، فإن شاء الله تعالى هم عرض يساعدوكم، فجزاهم الله ألف خير. وستجدوا في أسفل الفيديو وسائل التواصل معهم من إيميل وصفحات في الفيسبوك. أتمنى إن شاء الله تعالى تكون استفدتوا، وأتمنى إن شاء الله أن نرى الكثير منكم إن شاء الله في فنلندا يدرس ويتعلم إن شاء الله، وتعودوا أهلكم إن شاء الله بالشهادات الكبيرة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.